كل الحق عليها هي السبب، انا متاكد، لانه لسه ما غطيتها بالدان، ما بعرف شو صار بالدنيا. لا فجاه يا انا دخلت يا اما الدنيا صارت تدور، والنهار فجاه صار ليل. كان الليل يطول لحتى يجي، كنا نستنى ننطر انطاره لحتى نروح نلعب لنا دقشده على الاسطوح انا ورفقاتي. اما هلا طبهم صار ليل. بس انا يعني ما بدنا نظلمها للفرشايه، بقول لك شغله، فرشايه ما بتعملها اكيد، هذا يا الحيط يا السطل. ليش؟ لانه الفرشايه بحياتها ما خانتني. قديش صار لها عندي؟ بحياتها ما فتحت تمها بكلمه، ما داق السطل ور 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 على طول بيحكي. خرب بيته لسه ما بيلف الواحد وبيمشي، لفوا هيك مع جنب ببلش شو هالسطل هذا؟ ايه انا بورجيه. ايه والله لا، بعدين حسابه بعدين السطل. نعيمان. عماد لبني. على الحمام. حبيبي شو عم تعمل انت؟ ايه شباك طول بالك. يا رب. حبيبي فيني اعرف شو عم تعمل انت؟ معلم عم يشيك على الزيت، صرتوا فاحصيلكم شي 1500 واحد وما حدا مشيك على الزيت، بعدين الدواليب لازم نعيرهم كل جمعه. طب انت شو دخلك فيهم؟ هذا مو بشغلك، انت اللي عليك انك تحط حزام الامان وتشيك المرايا وبس، هذه شغلتك انت. تفضل انت راسب. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا لهالدرجه